السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل إيه حكم طلق زوجته 4 مرات، من كل ما بين كل طلقة فترة سنة سنة ونص. 4 مرات وهو في عقله ولا سكران؟ لا هو مش سكران، ها؟ هو بيبقى فيه مشكلة وبنتخانق مثلا، بيرمي طلقني طلقني، راح رامي الطلاق. يبقى انت عايشه معاه في الحرام من بعد التطليقه الثالثه. حتى لو بيشرب حشيش؟ ما انا قلت لك سكران، قلت مش سكران. لا اذا كان سكران الطلاق لا يقع، اذا كان غير سكران الطلاق وقع، وانت عايشه في الحرام من بعد التطليقه الثالثه. وحتى لو يا الله دي وسائل تانية. السلام عليكم. عبد الله الديب هذا صاحب الكنافة عبد الرحمن. السلام.